برشلونة غير ولا يقدروا الناس في العالم كيعرفوا الجمهور ديالنا كبير غير ما يدخلوش التيران و سورتو لو ريسبي على ليم ناسيونال ديال الفرقة باراغواي اللي داروا مع الشيلي معنا ما عندها حتى علاقة على لو فير بلاي خصنا نكونوا فير بلاي حنا لاعبين غير لي ماتش اميكو بالعكس نوريهم لي الصواب ديالنا هو كبير على هادشي كون سوا سيلونسيو ريسبكت ليم ناسيونال بحال اللي بغينا حنا اي بلاد يحترمنا ويحترموا التيران ما يدخلوش يساندونا بحال اللي داروا وان شاء الله تكون فات بور تو الموند اي كو تو الموند برين دو بليزير ان شاء الله في هذا الماتش. مشاهدينا الكرام اهلا بكم في هذه الجوله الرياضيه نستهلها من اسبانيا حيث سيواجه المنتخب المغربي مساء اليوم بمدينه اشبيليه نظيره من منتخب الباراغواي في مباراه وديه تدخل ضمن تحضيراته لنهائيات كاس العالم قطر 2022. المباراة ستكون الثانية في ظرف 4 أيام بعد الفوز في المباراة الأولى التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بمدينة برشلونة وشهدت فوز أسود الأطلس على تشيلي بهدفي سفيان بوفال وعبد الحميد الصابري ويطمح المنتخب المغربي لمواصلة أدائه الجيد رفقة الرمان الجديد للمنتخب وليد الركراكي الذي قال بأنه لن يقدم على تغييرات كثيرة في مباراة اليوم ويسعى لتثبيت عدد من العناصر قبل أقل من شهرين على انطلاق المونديال علما أن المدرب وليد سيبرمج مباراة ودية ثالثة وأخيرة قبل السفر لقطر في سادس ظهور للكرة المغربية في نهائيات كأس العالم. في خبر آخر أفادت وسائل إعلام قطرية أن نادي الريان القطري دخل في مفاوضات مع الدولي المغربي سفيان بوفال لاعب فريق أونجي الفرنسي من أجل انتدابه في مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأوضحت ذات المصادر أن مهاجم المنتخب المغربي وافق مبدئيا على الانتقال إلى فريق الريان في الميركاتو المقبل وشددت المصادر نفسها على أن الريان متحمس لحسم صفقة انتقال بوفال خلال تواجد اللاعب مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم. ويلعب بوفال 29 عاما يلعب حاليا لفريق أونجي الفرنسي الذي بدأ معه مسيرته كما سبق أن لعب لنادي ليل الفرنسي ساوثهامبتون الإنجليزي وسيلتا فيغو الإسبانية.